فين اكلم اخو اكلم عمهم اخوات فتحي اخوات حلمي بكر قالوا ما يدفنش لما يجي فهم معروف اكرامي ما يدفنوا كلنا عارفين احنا مسلمين يعني انتوا مستنيين ابنه ابنه يجي ابنه لكن مفيش مشاكل مع مفيش مشاكل ولا حاجه ده انتوا جبتوا مشاكل ايه ما تكبروش الموضوع مفيش حاجه لو قعد 4 ايام في تلاقي جوي يعني هو راجل هرم برضه واخد بالك طب ما في مصر مش عارف ايه الكلام ده استاذ فتحي استاذ فتحي ده في مداخله تلفزيونيه قال ان في مشاكل مع الزوجه وان المستشفى مش جاهزه عشان هي واخده معلش مش شكايه واخده تسريح معاها تسريح الدفن ومعاها اصل التقرير هم عايزين الاصل التقرير عشان نحطه في الثلاجه لان مش هنروح اي مستشفى او اي مكان ايه هي مش عايزه تديهم التصريح ليه؟ ليه؟ ما اعرفش انا مش عارف عشان كده روحوا الاسم دلوقتي طب ما خلاص استني بقى استني ما تشوف الموضوع فيه ايه وبعدين لما ايه الموضوع هيوصل على امتى يا فندم؟ على بكره العصر انا اعتقد يعني يفضل العصر بسم الله يعني هيتحط يعني هيفضل في المستشفى لوصول ابنه بس هنا مفيش ثلاجه يا فندم يعني هيتحط في اجراءات عشان يتحط في ثلاجه لغايه ما ربنا يسهل فعلا هننتظر قدوم ابنه من السفر معلش يا جماعه معلش اقول انا اسف شكرا يا فندم يعني هو دلوقتي جسمنا هينتظر فعلا لحضور هشام الاجراءات هتخلص وهيطلع بالسلامه يتوقع الله يعني احنا مستنيين دلوقتي الاجراءات ولا وصول هشام ابنه يعني اجراءات لان نقابه المال الموسيقيه اصلا في مصر استاذ مصطفى كامل اصلا مسجل ان هو لازم يروح مصر برضه فنانين مصر كلهم مستنيين برضه هو راجل مش شويه يعني ده راجل عالمي ومعروف حضرتك صلتك ايه بالفن؟ عادي ماشي نقابه المال الموسيقيه وراجل معروف وجاي له ناس من جميع انحاء العالم ومتابعه هنا في مصر ان شاء الله هتدفن في مدينه نصر يعني هو يفضل هنا يا فندم يروح جنازه هتطلع منين؟ هتطلع ان شاء الله من القاهره وهيمشي من هنا في اسعاف همشي من هنا باسعاف هم اللي هيحددوا اهله لما يجي ابنه يعني بقى لما ابنه يجي طب ليه دلوقتي ليه الاهل مش عايزين الزوجه تحضر؟ في امريكا وجاي في السكه ليه اخواته مش عايزين الزوجه تحضر؟ لا مش شرط اجراءات بس التسريح واقف بس عشان يمشوا بيه عشان التسريح لما يبقى باسم حد من عياله ويعملوا اجراءات في مصر في ورق مش عارف ايه التسريح جاهز طيب في احدى اقارب الزوجه قالت ان في مشاكل فوق بينهم و اللي يقول واللي يعيد يعيد لان هو راجل هرم في مصر واي واحد هرم في مصر كبير كده ما بموت لازم هو لازم يحصل طب دلوقتي مرتضى منصور المحامي الكبير المعروف قدم دلوقتي بلاغ ضد الزوجه والزوجه دلوقتي بتنفي كل الكلام ده واحنا كنا عملنا لقاءات صحفيه واحنا دخلنا البيت بنفسنا وشفنا ان الوضع مستقر يعني الاستاذ حلمي عنده 86 سنه ربنا يرحمه برحمته الواسعه ربنا يرحمه يعني 86 سنه مش شويه ربنا يا رب ما يطول علينا مش فاهمين برضو تعليق حضرتك يعني دي اجراءات هتخلص ان شاء الله هروح بالسلامه يعني مشاكل عائليه ومش عارف لا لا تعليقك على تعليقك على قضيه اللي هتترفع دلوقتي ضدها او البلاغ اللي عمله المستشار مرتضى منصور احنا هنا في مصر تتوقع اي كلام تتوقع اي كلام من اي حد ما يعني بتقول انها شائعه مش اكيد لا طبعا هو راجل هرم في مصر واي كلام تعتبر ان الوداع ده الوداع اللي احنا فيه دلوقتي يليق بتاريخ حلمي بكر وانت عاوزه واحد مشهور على مستوى العالم يعني اي واحد في العالم معروف على مستوى